سيداتي أنساتي سادتي مساء الصحة والجمال أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حالات مستعصية موضوع حلقة اليوم عن الطرق الحديثة في علاج ألام أسفل الظهر ويسعدنا ويشرفنا أن نستضيف استشاري جراحة العظام والعمود الفقري الأستاذ الدكتور إبراهيم سالم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك في البداية آه هنلقي سؤال للسادة المشاهدين وندعوهم للتواصل معنا من خلال الارقام الموضحه على على الشاشه. سؤال الساده المشاهدين هل الام اسفل الظهر تؤثر على حياتك اليوميه؟ نرحب بتصلاتكم في خلال البرنامج من خلال الارقام الموضحه على الشاشه. في البدايه بنشكر الاستاذ دكتور ابراهيم سالم لتشريفه البرنامج واول سؤال ما هو تركيب الفقرات القطنيه؟ اولا احب اشكر دكتور تحسين واسره البرنامج على اختيارهم موضوع بجد هو من المواضيع الشيقة والمواضيع التي تهم كل البيوت المصرية لأن تقريبا ما فيش بيت مصري يخلو من من أي حد فيه بيكون بيشتكي من ألم أسفل الظهر وأحب الأول إن أنا أقول شوية إحصائيات والدراسات والأبحاث العلمية بتقول إن تقريبا 80% من الناس لازم يشتكوا بألم أسفل الظهر في مرحله ما من حياتهم وانا بقول ان مفيش حد تقريبا ما بيشتكيش من الم اسفل الظهر حتى ولو مره واحده خلال فتره حياته في الحقيقه ان 90% من الناس اللي بتشتكي من من الام اسفل الظهر بيتحسنوا خلال سته اسابيع و10% بس بتفضل عندهم المشكله اما بالنسبه لتركيب الفقرات القطنيه فزي ما هو واضح عملنا احنا عندنا الفقرات القطنيه عباره عن خمس فقرات قطنيه بعد كده في الفقرات العجزيه بين الفقره والتانيه في الحاجه اللي هي لونها رصاصي ده اللي هو الغضروف بتاع الظهر تمام وفي عندنا يمكن الجزء الخلفي ده عندنا القناه العصبيه اللي هي ماشيه فيها القناه الشوكيه القناه الشوكيه بينزل من منها الاعصاب اللي هي بتغذي نازله للرجلين تمام اما بالنسبه للغضروف فاحنا عندنا الغضروف هنا هو لونه رصاصي الحته ديت بس هي في الغضروف هي اللي لونها احمر لان الجزء ده من الغضروف خارج لبره وبالتالي ضاغط على العصب استاذ حضرتك بس توضحها للساده المشاهدين ان هي دي يكون خارجه كده للكاميرا عشان الساده المشاهدين يشوفوها طبعا. يعني ده ادي الجزء من الغضروف اللي هو لونه احمر ده ده الجزء الداخلي بتاع الغضروف ضاغط على الحزام الخارجي بتاع الغضروف يبقى من مره نقول تركيب الغضروف تركيب الغضروف هو عباره عن حزام خارجي وفي جوه نواه النواه دي هي اللي بتضغط لما الحزام ده بيضعف النواه ديت بتضغط على حزام الغضروف ويطلع الغضروف يخرج لبره فيبتدي ان هو يضغط على العصب علشان ما يعرف بعرق النسب يعني السؤال الثاني اللي اكيد الناس كلها بتحاول تستفسر ايه اسباب الام اسفل الظهر دي لان كل الناس ممكن يتعرضوا ليها ومحدش يعرف ايه السبب يعني ايه الاسباب يا دكتور؟ هو الحقيقه اسباب الام اسفل الظهر هي 70% من الام اسفل الظهر بيبقى المشكله في العضلات يعني بتبقى تخلصات في العضلات وده سبحان الله ربنا عامله حمايه للانسان علشان يصلب بيه ظهره علشان كده كلنا محتاجين ان احنا نعمل تقوية لعضلات الظهر وتقوية لعضلات البطن أما بالنسبة لباقي الأسباب فإحنا نقدر نقسمها إلى أمراض شائعة أكتر في فترة الشباب وأمراض شائعة أكتر في كبار السن بالنسبة للأمراض الشائعة في الشباب التهاب الميكروبي دي أحد الحاجات الشائعة والمرض الأشع في الشباب على الإطلاق هو الانزلاق الغضروفي الانزلاق الغضروفي ده في الحقيقة بيمثل 4% من الام اسفل الظهر والانزلاق الغضروفي الالم بتاعه يميزه ان هو بيزيد مع الكحه ومع العطس ومع الامساك كما يميز الانزلاق الغضروفي ان هو زي ما احنا هنا شفنا كده في الماكت بتاعنا ان احنا الانزلاق الغضروفي لما طلع الغضروف ضغط على العصب بتاع الرجل اليمين فبالتالي عمل عرق النساء <applause> عند الراجل ده او الست ديت في الجهه اليمنى من الفخذ، يبقى الم نازل، الالم نازل من الفخذ سواء كان مستمر نازل على تحت او لا، ويبقى سبب الالم ده هو ضغط الغضروف على العصب بتاع الرجل، ويمكن احنا عندنا فيديو توضيحي يبين اكتر الموضوع او شكل الانزلاق الغضروفي. ده ممكن ان احنا نشوفه من الساده الاعداد ان هم يطلعوا يطلعوا الفيديو عشان حضرتك تشرح عليه ان شاء الله تمام اتفضل يا دكتور اتفضل أنا... اتفضل يا دكتور تمام اتفضل هو دلوقتي ده ده حاجه بتبين الاكزيال ستريس يعني ده بيبين الوزن الزياده بيزود ضغط بيزود الحمل على الغضروف تمام يمكن في فيديو تاني اكثر توضيحا بيبين الغضروف لوحده، هو هنا طبعا الغضروف ضاغط على العصب بتاع الرجل الشمال عند المريض ده. حضرتك كمل كمل. ويمكن في فيديو اكثر وضوح تمام؟ آه بالنسبه للالام اللي موجوده بالنسبه الامراض اللي هي الشائعه في كبار السن فاحنا عندنا طبعا أول حاجة ودي بتمثل حوالي 10% اللي هي الخشونة اتفضل يا دكتور الفيديو موجود اتفضل دي الخشونة دي بتمثل حوالي 10% لو احنا شفنا زي الفيديو ده ما هو مبين في الجهة اليسرى اليمة الشمال حضرتك هتبص تلاقي يحصل المفصل التهب طلع يبتدي العظم ان هو يزيد يضغط على العصب من اليمة الشمال ضغط على العصب عشان كده العصب اللي لونه أصفر ده فبين ان هو لونه أحمر تمام الجزء الثاني يمكن زي ما احنا شرحنا الجزء الداخلي اللي هو لونه ازرق غامق ده ده ابتدى ان هو يفرقع الحزام الخارجي بتاع الغضروف ويضغط على العصب وده الالم ازاي هو نازل من فوق من مكان الضغط على العصب لحد ما ينزل للرجل دي حاجة ما بالنسبة ده الخشونة في الحاجة التانية طبعا عدم ثبات الفقرات دي من الحاجات برضو الحاجات اللي هي المهمة والشائعة في كبار السن في تزحلق الفقرات وده بيبقى شائع اكتر في بين الفقره الرابعه والخامسه وبين الفقره الخامسه والاولى ان الفقرتين يتزحلقوا على بعض ودي برده حاجه شائعه في كبار السن، الحاجه المهمه برده اللي هي الاورام ويمكن دي بتبقى نسبتها قليله جدا ومختصرة ان بيبقى لا قدر الله لما يبقى واحده عندها ورم او حد عنده ورم ويبتدي ان هو يحصل منه سكندرز او يبتدي ان الورم ده ينتقل من جزء الى التاني الحاجه بعد كده اللي هي المهمه برضو اللي هي هشاشه العظام ودي بتبقى حاجه شائعه في كبار السن هشاشه العظام لوحدها في الحقيقه ما بتعملش الم لكن المشكله ان هو العيان بيبقى معرض لكسر من اي اصابه بسيطه يعني العيان ممكن يبقى راكب عربيه مجرد ان هو يتعرض لمطب مثلا بالعربيه دي او اي حاجه يحصل عنده كسر في في الفقرات او العمود الفقري <applause> الحاجه برضو المهمه اللي هو ضيق القناه الشوكيه سواء زي ما احنا شفنا في احد الفيديوهات ان هو ان يحصل ان المفصل بتاع الظهر نفسه هو العظم بتاعه هو اللي يكبر فيضغط على القناه الشوكيه او يضيق المسافه او ان الغضروف يكبر ويضيق مسافه القناه الشوكيه فده بيحصل معاه ثانيه ف... واحده في اتصال معانا الاستاذ اسامه القاهره اهلا وسهلا أهلا. استاذ اسامه الو الو أستاذة سما أهلا وسهلا ألو السلام عليكم وعليكم السلام, السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت عايز أسأل الدكتور إبراهيم عن كان عندي سؤال يعني عايز أسأل الدكتور إبراهيم عليه لو سمحت اتفضلي أنا عندي ألم في ظهري وفخدي الشمال بقاله يعني في عامل خط نار كده بقاله أسبوعين في تميل في صباع رجلي الكبير نعم. والدكتور قال لي إن ده محتاج عملية أنا كنت عايز أعرف بس رأي حضرتك إيه يعني في الموضوع ده تمام أنت سن حضرتك قد إيه يا فندم؟ 25 سنة طيب انتي هو القلم اللي هو خط نار في فخد حضرتك ده ده اسمه عرق نسا انتي حضرتك جال حضرتك الالم اللي هو بتاع عرق النسا ده قبل كده ولا دي اول مره يجي لحضرتك لا لا اول مره اه هو حضرتك كده الالم في صابع رجلك الكبير صح يا فندم تمام يبقى ده في الغالب غضروف بين الفقره الرابعه والخامسه طب حضرتك يا فندم عملتي اشعه رنين مغناطيسي ايوه اه طلع في غضروف بين الفقره الرابعه والخامسه فعلا زي ما حضرتك قلت تمام طيب حضرتك بتستجيبي للعلاج ولا لا تستجيبي للعلاج؟ ايه؟ يعني حضرتك بتتحسني لما بتاخدي العلاج ولا الدنيا زي ما هي ثابته؟ لا يعني في تحسن شويه في يعني الحمد لله بقى في تحسن شويه. طيب اوكي ماشي انا هجاوب على حضرتك حالا يا استاذه سامه. اي اسئله اخرى يا استاذه سامه؟ لا أستثنى. طب شكرا يا استاذه سامه شاكرين جدا. آه السؤال الثاني يا دكتور ازاي نشخص اسباب الام اسفل الظهر تمام. طيب. هو الاول بس انا يعني هكمل برده هو زي ما كنا بنتكلم اللي هو دي القناه الشوكيه تمام. ودي القناه الشوكيه ده الموضوع بالنسبه لي بيجي بالنسبه للسن الكبير ان هو بيجي تخلصات في العضلات الخلفيه من الفخذ وبتخلي مع المشي بتخلي العيان يبتدي ان هو يقل قدرته على المشي ولازم العيان عشان ان هو يحسن الالم ده لازم يميل جسمه شويه لقدام اما على التشخيص فهو بيعتمد اكتر على التاريخ الماضي ده بيمثل جزء كبير والفحص بيمثل جزء كبير يعني زي ما انا مثلا قلت مثلا ده الغضروف ده في الفقره الرابعه والخامسه من كلام ان هو بيسمع في صابع الرجل الكبير لان كل تقريبا فقره بيبقى ليها مكان معين في الرجل او صابع معين بيسمع فيه والفحص ده بيمثل جزء كبير وبيبقى الجزئيه اللي فاضله هي تاكيد التشخيص ده سواء كان بالاشعه العاديه او اشعه الرنين المغناطيسي زي ما وضحت للساده المشاهده من شويه يعني. اه بالظبط هل في فئه معينه هي اكثر عرضه لالام اسفل الظهر آه في الحقيقه طبعا هو في فئه معينه اكثر عرضه لالام اسفل الظهر يعني الوزن الزائد ده دي ده طبعا بيبقى اكثر عرضه للالام اللي موجوده اسفل الظهر آه عندي الناس اللي بتشيل اوزان ثقيله تمام دي اكثر عرضه لالام اسفل الظهر ويعني انا عشان كده انا بتمنى ان هو لو حد عايز يشيل حاجه تقيله فهو برضو في قواعد بسيطه يعني حرك لو عايز يشيل حاجه تقيله مش لازم توطي علشان تشيلها عشان ده ما تزودش اللود على ظهرك لا انت حضرتك تنزل على رجلك وتشيل الحاجه التقيله وبعد كده تقف بيها الحاجه الثانيه الجلوس لفترات طويله او ما يطلق عليه الاعمال المكتبيه ودي حاجه مهمه جدا او من احد الاسباب اللي هي اللي تعتبر مهمه جدا معانا عشان كده انا بنصح ان انت لو مضطر ان انت تقعد فتره طويله يبقى من وقت للتاني تقوم تغير مكانك ولو حضرتك قاعد يفضل ان انت تسند على كرسي ما تبقاش قاعد بدون ما تسند على كرسي ويفضل ان الكرسي ده يبقى كرسي طبي كرسي الطبي ده معناه ان هو واخد الاعوجاج او التمويج بتاع شكل العمود الفقري الانحناءات بتاعته يبقى واخد نفس الانحناءات بتاعت العمود الفقري المشكله الناس برده الاكثر عرضه للمشاكل النفسيه وخصوصا بالنسبه للسيدات هو في الحقيقه هو يمكن الضغوط النفسيه بتبقى اكتر على السيدات وفي تأثير كبير من من ناحيتهم يمكن كان في دراسه اتعملت في جامعه كاليفورنيا بتقول ان ان المشاكل الزوجيه بالنسبه للسيدات مش بس ان هي بتزود الالم اللي موجود عندهم لا دي كمان بتعمل تخلصات في عضلات الظهر والرسول صلى الله عليه وسلم قال طبعا اوصيكم بالنساء خيرا فطبعا يعني اتمنى ان الناس تراعي النقطه دي. الحاجه الثانيه هي التدخين، التدخين ده برضو من احد الاسباب اللي بتسبب أنا بأسفر الظهر، والحاجه الاخيره اللي هو التعرض لموجات من البرد عشان كده دايما انا بنصح الساده المشاهدين خصوصا في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده الوقت الشتاء او البرد ان هي طبعا تحاول ان هي تهتم بلبسها شويه او ان هي تلبس صوف او حاجه كده. ده يحسن الدنيا ان شاء الله معاك ويقلل العرضه سواء تعرض العضلات او تعرض الغضروف او نفسها للالام بتاعه اسفل ده ان شاء الله نخرج فاصل وبعد الفاصل هنرجع ونستكمل حديثنا مع الاستاذ دكتور ابراهيم سالم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى السؤال اللي بعد كده يا دكتور ايه العلامات اللي بتدعو لاهتمام بالمشكله فحصها يعني انا ايه الساده المشاهدين بنوضح لهم امتى اهتم بالمشكله وابتدي افحصها رسميا؟ تمام نعم. هو في الحقيقه في علامات بتستدعي من الساده المشاهدين ان هم يهتموا فعلا بالمشكله وضروره ان هم التوجه لاي حد من الساده الاطباء لفحص المشكله ديت ومن نعم. اولها ان يبقى في الم في اسفل الظهر ومعاه ارتفاع في درجه الحراره يعني في سخونيه الحاجة التانية برضه المهمة ان هو ان المريض معاه ألم أسفل الظهر وبيحصل فقدان سريع في الوزن، يعني وزن العيان بيقل بسرعة، مش ان وزن العيان بيقل، بس وزن العيان بيقل بسرعة أكتر من المعدلات الطبيعية. <applause> الحاجة الثالثة ان انا عندي ألم، الألم ده بيزيد كل يوم مع الوقت بالرغم ان انا باخد علاج كويس. الحاجة ان انا عندي ألم، الألم ده بيزيد بالليل. يبقى دي حاجه تستدعي الى الاهتمام. الحاجه الخامسه ان العيان لا قدر الله يبقى فقد التحكم في البول او البراز مع الام اسفل الظهر. دي حاجه تستدعي ان هو طبعا سرعه الفحص. الحاجه اللي بعد كده ان العيان بياخد كورتيزون لفترات طويله لان طبعا زي ما حضرتك عارف ان الكورتيزون لفترات طويله بيعمل هشاشه عظام وبيحس بالم اسفل الظهر يبقى دي برده من حاجة اللي هي المهمه. الحاجة الأخيرة أن يبقى العيان أو المريضة أو المريض مريضة مثلا عندها مثلا بعد الشر مثلا سرطان مثلا في الثدي لا قدر الله السرطان بتاع الثدي ده مثلا من فترة وبعد شوية هي مثلا جت حست بآلام أسفل الظهر يبقى دي حاجة تستدعي إن أنا أهتم بيها أو إن يبقى في مثلا طفل صغير طفل الصغير ده بيجيله التهابات مثلا اللوز وحاجات كده كتيرة ومرة واحدة ابتدى ان هو يحس بألم في ظهره يبقى دي حاجة برضو بتستدعي الى ضرورة سرعة فحص المريض حضرتك ذكرت في خلال الفصل ان قلت حضرتك ان في استكمال لاجابه سؤال حضرتك آه استكمال جابت الاستاذه سما من القاهره فحضرتك اه في في فعلا استكمال لاجابه الاستاذه سما. الف سلامه لحضرتك يا استاذه سما تمام الاول بس قبل ما اتكلم عن الـ يعني ازاي طريقه علاج الانزلاق الغضروفي لان هو زي ما اتفقنا ان هو انزلاق غضروفي بين الفقره الرابعه والخامسه احب بس ان انا اقول شويه احصائيات لزياده الإطمئنان بالنسبه للساده المشاهدين احنا اتفقنا ان ان الانزلاق الغضروفي بيمثل حوالي 4% من الام من الام الاسفل الظهر بالنسبه للعمود الفقري تمام يمكن تلت هذه الالام بمعدل واحد ونص في الميه استاذن حضرتك ان في فيديو كنت حضرتك ذكرت انها توضحها خلال آه هو الحقيقه العصب هو في الفيديو ده هو اخذ الغضروف كله بره علشان يوضح للناس ان في جزء داخلي اللي هو النواه وفي الجزء الخارجي اللي هو الازرق ده اللي هو حزام الغضروف وزي ما احنا شايفين الغضروف مطاط عامل زي السوسته بيطلع وينزل علشان يتحمل الصدمات ويبقى مسؤول عن اليون. الحقيقه الجزء الداخلي اللي هو النواه دي المسؤوله عن الوظيفه، اما الجزء الخارجي اللي هو حزام الغضروف فدي حاجه مش اكتر من حمايه النواه ليس اكثر من. طبعا الجزء الداخلي ده زي ما اتفقنا هو اللي مسؤول عن الوظيفه، لما هو هيرجع الغضروف ده هنشوف الجزء الداخلي هيبتدي يضغط على الحزام يضغط على الحزام يبقى الحزام يطلع الغضروف كله يضغط على العصب عشان كده العصب بقى باللون الاحمر زي ما احنا شايفين يبقى كده عمل عند المريض ده عرق نسا في اليمة الشمال دي قصة ودي يمكن توضح الاستاذة سما هو الالم اللي بيجي لها في الفخذ الشمال ده هو بيجي منين بالظبط <applause> تمام اتفقنا ان واحد في النص في واحد ونص في المية من الاربعة في اللي احنا قلناهم يعني تلت العيانين اللي عندهم انزلاق غضروفي ممكن يقعدوا طول حياتهم ما يشتكوش من اي حاجه وتلتين بس الناس يعني حوالي اتنين في من الاربعه في الميه دول ده اللي ممكن يشتكي يا اما من الم في الظهر يا اما يشتكي من الم في الفخذ يا اما يشتكي من الم في والفخذ الاتنين مع طب ممكن حضرتك توضح لنا ايه سبب الكلام ده؟ يعني ايه ما يقعد طول حياته ما يحسش بيه او ما يحس يعني بالألم؟ لو الغضروف ده صغير يبقى هو مش هيحس بالالم، هو انا في الغالب المريض بيحس بالالم نتيجه في الظهر نتيجه تقلصات عضلات الظهر، وبيحس بالالم في الفخذ نتيجه ان الغضروف ضاغط على عرق النسا اللي هو اللي موجود ده فبيعمل الالم غضروف ضغط على العصب فبيعمل عرق النسا فده اللي بيعمل له الم م. فلو الغضروف ده مش كبير كفايه ان هو يضغط على العصب فبالتالي المريض مش هيحس بالم هيفضل عنده طول حياته وهيبقى متعايش معاه تمام تمام آه الحاجه اللي بعد كده ان هو 90% من الحالات اللي عندها غضروف بتتحسن خلال آه آه الحالات دي بتتحسن خلال استاذن حضرتك ثلاث شهور معانا اتصال استاذ خالد ألو. استاذ خالد الو اهلا وسهلا حضرتك منين يا استاذ خالد الو ايوه الو استاذ خالد من اسكندريه اهلا وسهلا استاذ خالد اتفضل اسال سؤالك الو الو اهلا وسهلا استاذ خالد ممكن كلمه دكتور ابراهيم اتفضل اسال يعني. السؤال اتفضل معاك أه لو سمحت حاجة. دكتور بس اختي عندها 27 سنه تمام أه كانت عملت حادثه حادثه عربيه يعني أه والحادثه دي كان سنها وقتها كان عندها 20 سنه تمام وللاسف جالها شلل نصفي والدكاتره قالوا انه في قطع كامل في الحبل الشوكي تمام, تمام. وفي الحقيقه في ناس كتير رشحت لحضرتك باعتبارك يعني متميز في العمود الفقري ومهتم بالعلاج من خلال ربنا يخليك يا فندم من ذوقك شكرا يا استاذ خالد الدكتور ابراهيم هيجاوب على سؤالك حالا اتفضل اتفضل يا دكتور ابراهيم آه طب معلش هستاذنك بس هكمل السؤال بتاع الاستاذ سما وبعد كده هطلع سؤال حضرتك تمام تمام زي ما احنا كنا بنتكلم فبنقول 90% من حالات الانزلاق الغضروفي تمام بيتحسنوا لوحدهم خلال ثلاث شهور يعني معنى ذلك ان الموضوع مش مقلق زي ما الساده المشاهدين معظمهم بيقلقوا من موضوع الانزلاق الغضروفي. الحاجه المهمه ان الاساس في علاج الانزلاق الغضروفي هو العلاج التحفظي وليس العلاج الجراحي، يعني العلاج التحفظي هو الاساس. طيب بعد ما احنا عايزين نيجي نتكلم عن طريقه العلاج قبل ما اتكلم عن العلاج التحفظي هقول ان الوقايه خير من العلاج يبقى احنا محتاجين الاول ان احنا الحاجات اللي احنا قلنا ان هي بتخلي الانسان اكثر عرضه زي الوزن الثقيل زي حمل الاوزان الثقيله زي يعني الوزن الزايد حمل الاوزان الثقيله عدم ان الجلوس لفترات طويله المشاكل النفسيه التدخين البرد الناس تحافظ على نفسها من الحاجات ديت عشان يبقى انا كنوع من الوقايه ده افضل من ان انا ادخل العلاج بالنسبه للعلاج التحفظي العلاج التحفظي ده بيشمل الراحه ان العين يفضل نايم اسبوعين على ظهره وبيشمل علاج دوائي ده عباره عن شوية مسكنات وبصل للعضلات وشوية فيتامينات وحاجات تغذية للعصب وحاجات بتقلل الالتهاب بتاع العصب وعلاج طبيعي بيبقى عبارة عن تقوية لعضلات الظهر وعضلات البطن تمام امتى بقى انا بلجا للعلاج الجراحي في شروط علشان انا الجا للعلاج الجراحي اول شرط من الشروط ديت هو عدم الاستجابه للعلاج التحفظي يعني حضرتك اخدت العلاج التحفظي ومفيش فايده ومفيش نتيجه او سلسه طبعا حضرتك اتحسنتي يبقى دي حاجه كويسه بالنسبه لك الحاجه الثانيه ان بيجي عرق النسا مرات متكرره فيأثر على اداء المريض لواجباته اليوميه طبعا برضو بالنسبه لها اول مره يجي عرق النسا وبالتالي دي حاجه كويسه في صالحها الحاجه الثالثه بالنسبه لنا ان هي بعد الشر يبقى فيش مفيش تحكم في البول والبراز تمام والحاجه الاخيره ان يحصل ضعف او عدم احساس في في الرجل بيزيد مع الوقت او بعد الشر يحصل سقوط في القدم ممكن حضرتك بقى على سؤال الاستاذ خالد سريع ان شاء الله قبل ما ادخل على بس م. سؤال الاستاذ آه. خالد احب اطمن الناس ان موضوع الجراحه الدنيا اتقدمت كتير وقعدنا دلوقتي بنستخدم المناظير والجراحات الميكروسكوبيه وده خلى نسبه نجاح العمليات توصل ل 90% ودي نتيجه مبهره بعد ما بعدنا عن جميل. الجراحات التقليديه اما بالنسبه لسؤال الاستاذ خالد اولا الف سلامه لاخت حضرتك ربنا يشفيها لك ويشفي كل مرضى المسلمين الموضوع يتمثل اولا بالنسبه للخلايا الجذعيه في اوروبا وامريكا يمكن لحد دلوقتي رغم النتائج المشجعه اللي احنا لقيناها على فئران التجارب المصابه بالشلل م. تمام الا انه الى الان لم يتم تطبيق البروتوكول على الانسان تمام حتى في الدول الناميه وفي بعض الدول الناميه استخدمت بروتوكولات الخلايا الجذعيه على الانسان ودي طبعا مخالفه صريحه للقواعد البحثيه لان زي ما حضرتك عارف ان القواعد البحثيه بتقتضي ان انت الاول تجرب على الحيوانات بعد ما ما تتاكد من النتيجه على الحيوان وبعد ما تتاكد عدم حدوث سلبيات يبقى حضرتك تبتدي في بعد وقت معين طبعا بعد ما تاخد الوقت الكافي تبتدي ان انت تطبق على اعداد قليله من الناس، وبعد كده بعد ما يثبت امان العلاج وفاعليته على العدد القليل من الناس تبتدي ان انت توسع الدايره بتاعتك. طبعا بعض الدول الناميه اللي طبقت الخلايا الجذعيه ديت في هذا الموضوع على الانسان وجد ان ان ال إن التحسن بتاعهم تحسن نسبي، يعني العيان بدل ما هو بيبقى قاعد على كرسي ابتدى إن هو يتحرك على مشاية، تمام؟ وفي نفس الوقت الناس دي ما ذكرتش إيه السلبيات اللي حصلت للعيان نتيجة العلاج. غير إن إن الحالات دي بعض المرضى بس هم اللي هم اللي تحسنوا طبقًا لكلامهم، أنا ما شفتش بنفسي وده لا يمثل أكتر من 10% من الحالات. يبقى نرجع ونقول ان رأي الشخصي او ان الخلايا الجذعيه الفكره كلها نقدر نشبهها للساده المشاهدين عشان يقدروا يستوعبوا الموضوع ان هي عامله زي الحصان الحصان ده محتاج ان هو يبقى ليه لجام علشان يقدر يوجهه احنا قلنا ان الخلايا الجذعيه لها القابليه انها تتجدد في خلايا في طرق كثيره نظرا نظرا لديك الوقت دكتور ابراهيم احنا سعدنا طبعا وشرفنا ان تكون معانا في حلقات قادمه نشكر سيادتك على تشريفك لحلقتنا النهارده ونشكر نشكر الساده المشاهدين على متابعتهم للبرنامج والى حلقه قادمه ان شاء الله نترككم في رعايه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته